بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تعرفنا في الحلقة اللي فاتت عن إزاي الطريقة اللي بنقدر من خلالها إن إحنا ندخل على الأدمن بانل لوحة التحكم الأساسية لليوزرز تبعنا، اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم بشكل أساسي عن الأجزاء الأساسية اللي بتتكون منها الأدمن بانل دي. تمام، الأدمن بانل دي هي اللي هتكون الواجهة اللي احنا من خلال التعديل فيها او التعامل مع مكوناتها هنقدر ان شاء الله بإذن الله نعدل في الفرونت اند او الشكل الاساسي للموقع النهائي، المخرج النهائي، البيئة، محل التصميم والانتاج، البيئة الشاهد يا جماعة. طيب الاجزاء الاساسية اللي بتتكون منها الباك اند تابع ووردبريس بمنتهى الوضوح ثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأساسي الرقم واحد البار اللي من فوق، الشريط ده، الشريط الأسود ده أو الرمادي ده، أوله الرمز بتاع ووردبريس. لو عملت أوفر عليه بتلاقي about ووردبريس، ووردبريس دوت أورج موقع رئيسي، دوكيومنتيشن توثيقات ووردبريس، سبورت الكوميونيتي بتاع ووردبريس، الفيدباك، سيب علامة. الرمز التاني رمز البيت، لا ده لو انت عايز تروح ها للفرونت اند ويب سايت. يعني ايه؟ يعني لو عايز تروح هنا بالظبط كده، فهمتني انت؟ فعلشان كده بقى لما نقف عند الرمز الهوم ده هنلاقي الاسم اللي احنا كنا كاتبينه ده بيتغير في السيتنجز، كلمه فيزيت سايت دي هنكليك عليها ونعمل ايه؟ اوبن النيو تاب، علشان يبقى معانا ايه؟ يبقى معانا الباك اند في ناحيه والفرونت اند في ناحيه، واحنا وبنعمل اديتنج هنا وبنعمل ببلش اور سيف ونروح عند الفرونت اند نعمل ريفرش نشوف التغييرات اللي احنا كنا قاصدين ان احنا نعمل لها. ليه؟ لان ووردبريس بيشتغل على ايه؟ وات يو سي از وات يو جيت، ان اللي انت بتشوفه في الايديتنج لايف بيحصل فين؟ بيحصل بشكل اساسي في المخرج النهائي في الويب سايت تبعك. العلامه اللي رمز المسجز دي بتاعت الكومنتس، لو عدد الكومنتات، لو حد عمل كومنتات بتلاقيه طبعا بيزيد علشان حضرتك ترد عليه. علامه الزائد لاضافه يونتس طبعا هنتكلم عنها بشكل اساسي، بوست اور ميديا اور بيج your user، أربعة مهمين جدا جدا هنجيلهم بشكل مفصل لون لي إن شاء الله بإذن الله بالقريب العاجل. بالأخير بتلاقي هوا دي أدمين طبعا بيحاولوا يرحبوا بيك، أدمين ده الاسم الافتراضي للأدمينستريتور وجنب منه رمز بتاع البروفايل الشخصي، بتلاقي فيه أنت عايز تروح للصفحة الشخصية أو عايز تعمل إيديتنج للبروفايل أو عايز تعمل لوج أوت، والكلام ده هيكون إن شاء الله بإذن الله في السيريز ربنا ييسر. ده بالنسبة للبار العلوي للكومبوننت كومبوننت رقم واحد من مكونات الادمن بانل تبع ووردبريس تبعنا. على الناحيه الشمال هتلاقي الاكستنشن بتاع اللون الرمادي على ايه؟ على المنيو الجميله خالص دي. المنيو الجميله دي بتلاقي اخر رمز خالص فيها اسمه كولابس منيو. طبعا ديت ايه؟ البار ديت ريسبونسيف، لو ضغطت عليها هتبتدي تطوي ويظهر الايكونز، بس بعد فتره ان شاء الله باذن الله من استخدامك للكومبوننتس حق ووردبريس بتلاقي نفسك انك مش بتتعامل مع الكلام خلاص، بتتعامل مع الايكونز، لانك هتبقى محتاج مساحه العمل انها ايه؟ تكون فاضيه علشان تكتب او تعمل بريفيو او تنظمها او ايا يكن، لكن دلوقتي هنعمل لها ايه؟ انكولابس ونخليها موجوده قدام مننا دي. ايه القصه؟ بمنتهى البساطه المنيو ديت يا جماعه فيها الكاتيجوريز اللي بيقسمها لنا ووردبريس علشان تشكل لنا وحدات مختلفه نقدر من خلالها نعدل على الويب سايت تبعي. ايه القصة؟ مثلا عندك واحدة اسمها الداشبورد، ودي اللي بتبقى مفتوحة معانا في الجزء الثالث. ايوة كده انت فهمتني. يبقى المسألة بمنتهى البساطة زي الفريمز في HTML، ها تضغط على حاجة هنا تلاقي ايه؟ الجزء الثالث اللي راح نسميه
ان شاء الله باذن الله مساحه العمل ابتدى ايه يستجيب او يفتح لك الكونتنت بتاعه في المساحه الرمادي ديت. بس تقريبا ده طبعا ايه علشان الكونكشن بالانترنت عندي شويه بطيء، فبتلاقي المساله يعني زي ما حضرتك شايف انها ربما اخذت حبه وقت كده. تمام، فكل اللي انت محتاج انك تفتحه وبتضغط عليه. طيب وبتلاقي ان الشاشه اللي في النص ديت ابتدت تتغير علشان تريسبونس او تتاكتف مع الحاجه اللي انت عايزها. طب سي ايه هم بيتكونوا من ايه افتراضيين دول الداشبورد؟ ها، وكلهم على فكره هوفر. يعني لو وقفت على الداشبورد هتقول لك بص انا كداشبورد في اي حاجتين اتنين، في هوم وابديتس، ولكن علشان انت واقف على البوستس فالبوستس ديت فاتحه لك الاربعه كومبوننتس بتوعها، علشان كده لما بتعمل هوفر عليها ما بتطلعلكش القايمة اللي فيها، لاني اوريدي هما مفتوحين في القايمة دي. فهمتني انت كده؟ اوكي، طيب ده البوستس. يعني ايه بوستس؟ هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. لونلي لونلي يعني ايه؟ ميديا يعني، والنقطة التانية الميديا. النقطة التالتة البيجز. ايه الفرق بقى ما بين البيجز والبوستس والكلام الجميل ده؟ ان شاء الله باذن الله راح نحكي عنه. الكومنتس، ادارة التعليقات، الابيرنس، ادارة المظهر، البلجنز، اياك تنسى، ادارة الملحقات، اليوزرز، إدارة المستخدمين، التولز، مجموعة من الأدوات، والسيتنجز، الإعدادات العامة. تمام كده، يبقى دي مجموعة الإدارات اللي ممكن من خلالها إنك تمانج الموقع تبعك. كل واحدة من دول فيها مجموعة من الخصائص المختلفة اللي بتبقى ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على مين؟ على الموقع تبعنا. في حلقة اليوم راح نحكي إن شاء الله بإذن الله مثلا كده عن الداشبورد كأول مكون أساسي بيظهر معانا. بتلاقيها متقسمة لمجموعة من البوكسس، هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله بشكل مفصل، لكن بشكل سريع ده اللي إحنا حابين نأكده أو حابين نتكلم عنه أو كنا حابين ده يعني نتكلم عنه في حلقة اليوم. الأجزاء الأساسية المكونة لورد بريس از كونتنت مانجمنت سيستم. انتظرونا في الحلقة اللي جاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستودعكم الله والذي لا تضيع عنده ولا نائح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.